السلام الخوت، كالعاده راكم عارفين القواعدات، وقبلهم غادي نذكركم باللايكات. هبطوا دابا في الزعوقه داكشي اللي كاين تم، لايك سبسكرايب الا ما كنتيش دايرها، ولوح شي حاجه في الصناديق قبل ما نبداو. صافي يلا عليكم دابا بالكوان والكيت والسينتا والظلام. ما تنساوش الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، ودعيوه مع خوتنا اللي في الصحراء اللي كان حيهم من هذا الكوان. تحياتي لكم الرجال. نبداو. من بعد ما تهدم كلشي والامال اللي كانوا طمعوني به نفاوه في لحظه، سؤال واحد اللي بقى كيدور لي في الغلوغي، علاش ياسين دار بحال ما هكا؟ واش كان بصح باغي يعاونني وخايف عليا، وخايف على الدوسي ديالي لا يتبلوكا ويصيفطوني لاحد المقابر السريه، ولا كان بغى ينتقم من المخابرات المغربيه، ولا كان بغى يجمع هاد الزعت كامل في دقه واحده؟ والله ما عرفت اخوتي واش ياسين كان عدو الحق في هذا الشي اللي دار، ولا دمرني وشتتني بفعله. تمارا او لا حداها نقولو، هذيك البليصة اللي ما بعيداش على العاصمة الرباط، بليصة اللي كانت كالم ووسط الغابة الزينة ديالها اللي كانت عامرة بشجر البلوط. هنا غادي تبنى الادارة العامة لحماية التراب الوطني، او اللي كيتسمى باختصار DST. هاد البناية كانت شادة قدر كبير من هاد البلاصة، كان داير عليها واحد السور مبني بالبوطون بالسيما والحديد، وهاد السور كان كله دايرين به الكاريطات ديال الغارديانات. اما من الداخل ديال السور كانوا بزاف ديال البلوكات، وفي الاخر ديال هاد الشي كان واحد المبنى فيه جوج ديال الايطاج. هاد المبنى هذا كان عدو واحد الباب ديال الحديد كيتحل ويتسد بالضو، كان هذا هو الحبس، الحبس ديال هاد الكوان. هاد الحبس هذا ما كان عارف عليه حتى حد شي حاجه، حتى دوك اللي خدامين تما من غير كبار المسؤولين. هاد المبنى هذا كان فيه جوج ديال الايطاج، كانوا هاد الايطاج كيتشابهوا مع اختلاف بسيط اللي هو الطاج الفوقاني كانت فيه الكوزينه ديال هاد الكوان، اما داك الطاج التحتاني كان فيه الغرفه ديال التعذيب. كانوا خلاو بزاف ديال الشجر كبار وطوال، ما قطعوهمش ما رازاوهم ما حتى لعبه، كان هذا الشيء متعمد باش يضرقوا على هذا القنت وما يشوفوه حتى الناس اللي خدامين هنا. وفي ليله 27 بالضبط في واحد رمضان، جا واحد الضابط مع الغارديانات ودخل عدي باش ينقلوني لهذا الكوان. هذا الشيء كنت عارفه غير من الهضره اللي كتروج بين الغارديانات، وهذه المره وفروا عليا الصدمه المفاجاه. كنت عارف راسي غادي نتنقل تما، خرجوني في نصاصة الليل لأول مرة من هاد الكوان. هاد الكوان هذا اللي كنت فيه أول مرة غنخرج منه من نهار دخلت. الفرق اللي كان هو أنني ما كنتش غنخرج حر، كنت غنخرج غير ترانسفير، يعني غادي غنتنقل من حبس للآخر. وكالعادة خرجوني بالعصابة على عينية، وهنا ودنيا غيتكلفوا وغيهزوا الخدمات عينية. واخا كنت عارف على هادشي اللي كيوقع وفين غاديين بيا، ولكن كنت متوتر ومستريسي بزاف. كيفاش ما غاديش تكون متوتر وانت غاديين بيك باجراءات مشدده؟ التوتر ماشي غير انا اللي شادني، حتى الغارديانات اللي كانوا صايقيني ما قالهمش، حيتاش كان الضابط اللي كيشرف على هاد العمليه ديال ترانسفير كيكون ضابط كبير، كتكون عندو رتبه عاليه في هادشي. ملي خرجت لقيت واحد الصطافيط كانت صغيرة واقفة كتساينني، ركبوني فيها وديما راو.
هاد الصطافيط هذه كانت خاوية من الداخل، ما كانوش فيها الكراسة، كانت فيها حديدة وحدة هي فاش بقيت شاد من اللي كانوا غاديين بيا. كانوا قبل ما يضماري وسمعت شي حد قال ليهم هاد الطوموبيل غاتسبقكم وحنا راه نتبعوكم من اللور. ملي تمينا غاديين بينا باللي دخلنا وسط المدينة، حيت ريحة رمضان بدات كتشعشع ودخلات عدي حتى لهاد الطوموبيل فاش كاين. بديت كنسمع حتى الصوت ديال الناس اللي كانت كتصلي في الجوامع، حيتاش اليوم راه ليلة القدر. وشوية بشوية بدا هاد الصوت ديال الجوامع وديال الناس كيقل. هنا عرفت باللي دخلنا في الغابة، البلاصة الجديدة فين غادي نكون. الدنيا ضرباتها بالسكات وكان الصهد، كان الصهد والرطوبة كانت عالية. ما بقيت كنسمع حتى صوت من غير الصوت ديال هاد الطوموبيل فاش كنت كاين. بدات ريحة الشجر كتدخل لعدي، وهنا عرفت باللي راه حنا قربنا. الصطافيط بدات كتنقص من السرعة حتى وقفات. سمعت الصوت ديال داك الباب اللي كان كيتحل بالضوء كان كيتحرك. دخلات الصطافيط، تمشات شوية وبدا داك الباب كيتسد. نزلوني من ديك الصطافيط وشدوني جوج ديال الغارديانات. تمشينا شوية ودرنا على اليسر ويقول لي شي حد جلس، حنا غادي نخرجوا دابا وما ترفعش العصابة على عينيك. تات سمعنا خرجنا وتسد الباب، وداك الشي اللي كان. سمعت الصوت ديال واحد الساقطة تكلمات وطرقات عليا الباب، ومن موراها القفل تاهو تكلم وقفلها. تقرقيب ديال السوارت والصوت ديال المشي بدا كيبعد شوية بشوية. هنا عرفت باللي مشاو، وهنا غنحيد العصابة على عينيا. لقيت راسي في واحد السنزانة بينا فيها جديدة، حيت مازال فيها ريحة البيطون، مازال فيها ريحة السيمة. حيوطها كانوا مسبوغين بالصفر، طول ديالها 4 متر على 3، بابها ديال الحديد ومسبوغ بالكحل. هاد الباب هذا فيه واحد السريجمة صغيرة في الفوق ديالو، كانت كتفتح من برا. كانت فيها واحد السريجمة مقابلة مع داك الباب، بوزيسيون ديالها كانوا مطرفينها في الحيط الفوق. ديك السريجمة كانوا فيها 3 ديال القطبان غلاض، ما تقدر تشوف منها حتى لعبة من غير السما. تحت هاد السرجم وفي القنت كاينة حفرة ديال الطواليط، وفوق من ديك التقيبات الطواليط كان واحد الروبيني، كان ديال النحاس وكيبان باقي جديد. وكان محطوط تما واحد السطل كحل محيدة ليه اليد ديالو. ووسط هاد الزنزانة كانت البايصة فين غادي نبقى نحط عظيماتي. كانوا خلاوني بسناسلي مغلين، ولكن هاد المرة ما هربتونيش مع ديك البياصة. كنت عارف بلي انا اول معتقل غيدشن هاد الكوان، اول معتقل غيدخل من الباب ديال الادارة الجديدة. هاد الليلة كانت ليلة القدر. شديت داك القفل اللي كان في يدي وبديت كنقش فيه بالحيط. كتبت محمد بن الخضرة 27 رمضان 1986، اول واحد غيدشن الكوان. وهنا اخوتي غتبدا واحد الرحله اخرى، واحد سفيره مع العزله القاتله والهدوء المميت في الغابه. جلست على ديك البياصه وبديت كنفكر واش غنقدر نصبر في هذا الكوان هذا كيف صبرت في الكوان الاول. غارديانات بعاد عليا وانا غير بوحدي هنا، لا فراخ ياكلوا الخبز ولا عنطر يدخل عدي من السرجم، لا صوت ديال الطوموبيلات ولا صوت الماطر ولا صوت تاع البراش اللي كانوا كيلعبوا كنت كنسمعهم في ذاك الكوان فين كنت. من قبل كنت مسجون في واحد الحي سكاني بعدا، على الاقل كنت كنسمع الحركه ديال الحياه على برا. اما دابا كيفاش غنتعامل مع هاد لايفاجيها؟ وصافي فهاد الزنزانه كانوا فيها شي بولات مجهدين، داك البولات البويض كيكون الضو ديالهم ناصع وكيشعشع، عرفتو هما الخوت دوك البولات الطوال. كانوا هاد البولات كيمرضو، كان ترانسفور ديالهم كيدير واحد الصوت كيضرك في الطبولة دودنيك، زنزنات لي دماغي بالزنزين ديالها. ومع الكالم اللي كان هنا ولا الصوت ديال هاد الزنزين بحال الا خدامه شي تراكس حداك، ما قدرتش نتحمل صوتها مازال. نط كنقرقب في الباب، بديت كنقرقب تاعيت ولكن ما كاينش اللي يجاوب. بديت كنقرقب بالجهد باش يسمعني شي حد ولكن والو. كنت كنقرقب ونضرب بدوك
السناس اللي كانوا مغليني بهم في يدي. الصوت ديال التقرقيب كان قوي وكان الايكو ديالو كيتردد على برا في ذاك الكولوار. واحد اللحظة غنسمع واحد الصوت من بعيد كيقول لي وي هاني جاي هاني جاي، وهنا غنسمع شي باب تفتح. عرفتو باللي هذا هو الباب ديال العنبر اللي فيه هاد الزنازن. معرفتش علاش ديما تيكترو البيبان في بحال هاد الكوانات هادو. وبزاف ما بين باب وباب كتلقى باب. خونا اللي كان جاي يحل عليا الباب ديال السريج ما اللي كان كيتفتح من برا في الباب ديالي. لقيتو الغارديان الزعري هو اللي طلع عليا. بعدا ملي شتو ارتاحيت شويه. قال لي اما الكاسي بالخضره ياك لاباس. قلت له اخويا الزعري راه الصوت ديال هاد البوله راه فرع عليا الطبوله دودنيه. عفا اخويا الا ما غيطفي هاد البوله، حيت الساروت باش كانت غادي تطفى ولا تشعل ما كانتش كاينه عندي في الزنزانه لداخل. ما عارش تقدر تكون من برا ولا عندهم في البوست ولا المهم هادشي اللي قلت له. قلت له غير طفيها. الزعري طفاها في البلاصه، يعني الساروت ديالها كاين هي على برا ديال الباب. قال لي واش مزيان بعدا السيب الخضراء؟ قلت له واش من نيتك الزعري كتسولني واش مزيان؟ واش حالتي انا باينه فيها حالتي واحد مزيان؟ زايدينها صاحبي تا بهاد البوله كتفر عليك الغلوغك خويا الزعري، ما تبقاوش تشعلوها مازال. قال لي مسكين ولكن واش هتبقى جالس في الظلام؟ قلت له اصلا شنو الفايده ديال الضو هنا؟ اللهم الظلام ولا صداع هاد البوله. قال لي واخا اللي بغيتي يا السيب الخضراء. هنا غنسولو غنقول له قول لي يا خويا الزعري فين كتجلسوا هنايا؟ فين كاينه الكاريطه ديالكم؟ قال لي اودي راه حنا بعاد كنجلسوا في واحد البيبت حدا الدخله ديال الحبس، ولكن راه كنسمعوك الا دقيتي في الباب. الزعري كان هو داك خونا النشايطي كان ضحوكي وعزيز كاع على الغارديانات. قال لي مسكين سمع السي محمد راه كلشي كيكون في البدايه صعيب، انا عارف باللي الغارديانات كانوا كيونسوك لهيه، ولكن دابا تولف ونولفو حتى حنا معاك، وكون هاني راه غنلقاو شي طريقه اللي نبقاو نجيو بها عندك. الصراحه والله تطمني، وما عرفتش كيفاش كنت غنبقى نتحمل الوضع هنا كون ما كانوش معايا غارديانات بحال هادو. الصراحه مهما طال الزمان عمرني نساهم، سواء مت ولا حيت. من بعد ما عطاني الزعري شويه ديال الانرجي طرق عليا ديك السريجمه، مشيت ريحت فوق البياصة ديالي وكان الظلام بزاف. حتى ديك السريجمة اللي غاد تدخل لي الضوء القمرة كانت القمرة في الاخر ديالها، راكم عارفين كان رمضان غا يخرج، ولكن واخا الظلام حسيت بالراحة. اللهم الظلام ولا الصوت ديال ديك البولة الملعونة. وكنت عمرني طلبت منهم ولا غنطلب منهم يشعلوا مازال ديك البولة. والغارديانات تا هما ولفوا نساو كاع واش عدها الساروت ديالها على برا. بديت كنولف الظلمه اللي كانت مريحه لعصابي. كنت ديما بنهار كنبقى نساين الليل باش ينسج خيوطو ونتكالما معاه. البليه ديالي كانت هي الظلام، اما ديك الغابه اللي كان كيحسب لي بلي غادي تكون كالم وغتكون فيها شي عزله قاتله وما تسمع والو غتكون هادئه، فراه التخمين ديالي فزع في الدوش. كان الجيران كيقرقر ويعزف نغامو، اما نبيح الكلاب ما كانش كيهدى. كنت مره كنسمع الصوت ديال موكا، اما شني ولا كانت دايره خبله في هاد الزنزانه فاش كنت. كان غير يطيح الظلام وها هي ليك. وعرفتو اصعب حاجه هي ملي كتسمع داك الطنطين ديال الناموسه كتدور ليك حدا ودنك. الجو كان حار في الزنزانه، كان حار كيخنق وزيد عليها الناموس، حتى الغطا ما تقدرش تغطى. كان بغي نتغطى باش نحمي راسي من هاد الناموس ولكن والو والله ما تقدر. وليت انا وشني ولا كيف المش مع الفار، هي تجيني من هنا وانا نش عليها من لهيه. كنت بحال داك الهبيل اللي كيبقى مقاتل مع الهوى. ريحت في بلاصتي قلت مع راسي اجي نبقى نراقب هاد الناموس منين كيدخل وكيفاش كيطير المهم. راكم عارفين قلت ما يدار وقلت الناس، بقيت مستوني معاهم غير كتهبط شي وحده تبان لي كنهبط عليها. كنت كنقتل وحده من بين عشره،
الصراحه في دوك الايام الاولى كانت العطه ديال هاد الشنيوله كتقهرني وكتحرقني، ولكن من بعد بدات كتوالى الايام بديت انا كنوالفها. ما عرفت سبحان الله علاش الشنيوله كتكون غيب بالليل، حيت غير كان كيفجر الحال كتخرج، كان غير كيبدا ضو السماء يتغاشى كتغبر ما كتبقاش. وشنيوله ماشي كانت هي الضيف الوحيد في هاد الكوان، كان بوبريس تا هو كيجي بلا عراضه، ولكن الصراحه كنت ستونه ما حيت كان بقى سارح وبعينيه كيتمشى شويه وكيوقف تدا تقول واش مات. سبحان الله العظيم، بوبريس كان عارف علاش كيدخل هنا، كان كيدخل باش يسمر على شنيوله اللي كتكون عامره بالدم، كان هو سامر على شنيوله وانا سامر عليه. كنت كنبقى جاري مع العشرالاف حتى كيصيد شي وحده، واحد الدمال هامتيل من اللي كنشوفو وكنشوف داك الديكور حتى كيصيدها. ولكن شحال قدو ما يقصي، كانت الجيوش ديال الناموس اللي كتدخل كتيره، كان كيقصي حتى كيعيا وبحال الا تقول يلا كلا حبه من الروز وسط شي بانيو. بوبريس ما كانش غير كينتقم لي من شنيوله، كان تا الوقت كيدوزو ليا. بدات كدوز الايام اللي غتحول لشهور وانا بوحدي، حراس ما كنتش كنشوفهم من غير ملي كتجي وقت الماكله يجيبها لي شي حد فيهم، والنهار الاخر فاش كيجيو عندي نهار الجمعه يحرروني من قيود السناس اللي كنت مغلل بهم ويمشيو. كانوا كيديروا هاد لوبيراسيون باش ندوش في الزنزانه، فاش كنت من الجمعه للجمعه كنبقى ندوش بالماء بارد شتا وخريف ربيع وصيف. الصوره ديال بنتي الصغيره راويه ما كانتش كتفارقني من نهار تشديت. الصراحه في الاول كنت موانس بها وبالتفكير فيها، ولكن في هاد الكوان هذا فين جابوني بدات كتعذبني بزاف ملي كنبقى نفكر فيها. كان خصني نحاول ما نبقاش نفكر ونتذكرها، حيتاش كتعذبني وكتعذبني بزاف. كنت كنبقى نوض من بلاصتي ونمشي نحل داك الروبيني ونبقى نتلاها مع داك الماء الله يسمح ليا. الصراحه هذا الروبيني بدا كيلعب لي دور كبير باش ننسى شويه وما نبقاش نفكر في بنتي وفي مرتي في الحياه اللي في برا. الصراحه هربت من التفكير في هذا الشيء، هربت من التفكير في بنتي بعدا اللي كان التفكير كما قلت لكم كيعذبني، هربت من التفكير فاش كنكون فايق في الحياه الواقعيه، ولكن ما قدرتش نهرب منه في الاحلام. كنت كون ما كنسد عيني كتوقف عليا، كان واحد الحلم اللي ديما كيتعاود، واحد الحلم كان معشش لي في دماغي، غير كنسد عيني كنبقى نشوفو. كنت غير في واحد الناس كنحلم باللي بنتي راويه كانت قريبه ليا وانا زعما حر، ملي كنبغي نمشي عندها وكنبقى نجري 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 حتى كنقرب نوصلها وكنفيق. تخاور ديال والو، هاد الحلم هذا كنت الصراحه كان كيجيني عادي في الاول، ولكن من بعد تحول لكابوس ما بقيتش كنحمل فيه الشعره. كنت كنتفكر ديك المقوله ديال فرويد، كان كيقول باللي الهدف ديال الحلم هو تحقيق الرغبه. بعد مرات عاد الناس هادو اللي كيخرجوا هاد المقولات غير الله يسمح لهم وصافي، اش من رغبه ولا باكور. فرويد كون عرف باللي ملي كانت تفكروا شي ناس عزاز وحنا مسجونين، كرة ندم على هاد الشي اللي قال، كرة قلبها ولا عطاش، حيت بهكا ملي كنبقاو نتفكروا بحال هاد الناس وحنا مسجونين كنا كنشاركوا في واحد العملية ديال التعذيب فابور. الصراحة هنا في الزنزانة خصك دير راسك باللي مقطوع من شجرة وتنساه لك وحبابك. بدات الأيام والليالي والشهور كيدوزو والوقت كان كيتمشى معطال. بعض المرات كنت كنشك كاع واش الوقت وقف والمكانه ما بقاتش دايره خدمتها. عييت ما نحاول باش نبقى نقلب في هاد الزنزانه الكئيبه باش ندوز الوقت، ولكن والو كاين والو من غير كاشه باياصه السناس لو القفوله وديك السقايه والطواليت وسطل. الشيطان لعب لي بدماغي وطيح لي واحد الفكره ديال
نبقى نحل ذاك الروبيني نعمر السطلون خويه حرام صافي هذا الشيطان. بديت كنحل ذاك الروبيني وكان ندير السطل تيبقى يعمر، وملي كيفيض كيبقى الماء يتشرشر في ديك التقبة ديال الطواليط. وكان جريت انا 10,000 مع هاد لوبيراسيون، كان بقى حاضي منيتي ما تديروش لي العيب اخوتي، راه الا كنتي في بحال هاد الكوان بعد المرات راه كيهرب ليك وما كتبقاش مسيطر على شنو كدير، ولا هادي عيب وهادي لا، ولا هادي حرام. العفو. كان الماء اللي كيخرج من الروبيني كيدير صوت في شكل، وملي كيتحط في السطل كيدير صوت في شكل، وملي كيتكب من السطل كيدير صوت في شكل اخر. شفتو فين وصلت بيا القضيه؟ واللي تحاضي الماء بقاع لي بوزيسيون ديالو. من بعد غنسمي هاد لوبيراسيون سيمفونيه بعنوان الماء والسطل. دوزت ايام وليالي وانا كنتمتع بهاد السيمفونيه، ولكن من بعد هزها ربي من قلبي، ولات كتفرع عليا راسي وما بقيتش كنحملها، ولات كتصدعني. كنت مره ملي كتوصل وقت الصلاه كنسمع واحد الصوت ديال شي جامع كيكون فيه الاذان، كان كيوصلني من بعيد. هذا هو الشيء الانساني الوحيد اللي كان كيوصلني من العالم الخارجي. كان داك الصوت بعيد بزاف لدرجات انك ما كتقدرش تفرز الكلمات ديال الاذان، ولكن كنت كنعرف باللي راه الاذان هذاك غير من اللحنو. كنت كنعرف شمن اذان غير من البوزيسيون ديال الشمس، الشمس اللي كانت كتدخل لي من ديك السريجمه اللي كانت فوق الحيط. كانت هذه هي الساعه الشمسيه ديالي اللي كنت كنفقدها في فصل الشتاء، ولكن الشتاء اللي كانت كتحرمني من الساعه بفضل غيومها كانت دايره معايا المزيان وجرات ليا على جيوش الناموس. كان الصيف ملي كيبغي يسالي كيبداو دوك الخنافس الكحلين، ديك الخنفوسه الكحله كتبدا تدخل عندي من الشرجم. تا هما كنت كنبقى جاري معاهم 10,000، كنبقى حاضيهم ملي كيدخلوا، كانوا شي وحدين منهم كيطيحوا على ظهرهم، والقليل منهم اللي كيقدر يرجع يتقلب ويرجع للبوزيسيون ديالو العاديه. هادو بالضبط اللي ما كانوش كيقدروا يتقلبوا كنت كنعاونهم باش يرجعوا ويوقفوا على رجليهم. اما الفراشات تا هما كانوا كيزوروني، كانوا كيدخلوا كيجيو من الغابه، كيدخلوا من ديك السريجمه وكيلصقوا في الحيط، ما كيتحركوا ما كيتململوا تما كيبقاو. كنت كنبقى نشوف فيها، قلت صافي راه هادي واقيله تما كتولف ولا شي حاجه، من بعد غنكتشف باللي راها كتموت وتما كتبقى. رجعت لعادتي القديمه، تبعت واحد البروغرام يومي غنبقى نتمشى فيه من القنت للقنت. في كل صبحيه غنبقى نتمشى جوج سوايع، وملي يتناص النهار نرتاح، وفي العشيه كذلك. كنت فكرت باللي الا درت هكا بعدا غادي نطيح هكا وبالليل، باش ما نبقاش نفكر ولا نفكر في بنتي ولا نفكر في اي حاجه في هذا الكوان. هذا البروغرام بديتو غنبقى عليه سنين طويله. الغارديانات ولفوا هذا الحبس الجديد، وحتى الدوريات ديال التفتيش بداو كينقصوا شوي بشوي بقوه التكرار. كان الضابط اللي كيجي باش يفتش كيدق الباب ديال داك السيلون، كيفتح له الغارديان وكيجي عدي ديريكت، حيت انا اللي كنت بوحدي في هذا القنت. في الاول كان كيدخل عدي ويفتش ويدير خدمته، ولكن من بعد ولا غير كيحل عليا ديك السريجمه اللي في الباب، كيطلع عليا واش انا مازال حي، يهضرني ويقول لي واش لاباس باش يجرب واش مازال كنتكلم ولا لا. صافي. ومن بعد كيمشي لواحد الغرفه حدايا كيكتب الرابور ديالو. حضرته في الساعه الفلانيه المسجون 234 في حاله جيده، كيسيني وكيدي ماري في حالاته. الغارديانات بدورهم كانوا حفظوا الاوقات فاش كيجي هذا الضابط. بداو الغارديانات كيجيو كيونسوني شويه، كيجيو حتى لداك الشريزمه ديالي كيفتحوها عليا وكيبقاو يتحدثوا معايا. وكان ملي كيكون جاي شي حد مثلا على غفله، داك الغارديان اللي كيكون عدي لداخل كيبدا يسمع صاحبه كيهضر بالجهد مع الضابط اللي كيكون على برا. بالعاني كان كيهضر معاه بالجهد باش يسمعوا هذا اللي لداخل ويحيد من حدايا.
ولكن حتى هادشي ولا قليل فين كيوقع، حيت داك الضابط ما بقاش كيجي ويزورنا بزاف. الصراحة استقرات الوضع هنايا، كانوا الدقيقات القلال اللي كنت كنهضر مع الغارديانات كيجيو يونسوني فيها، كتعطيني بزاف ديال الانرجي وبزاف ديال الامال. فبحال هاد الكوانات الخوت ما كاينش شي حاجه غتريحك فيهم من غير انك تبقى تشوف بعدا بنادم، تشوف بعدا البشر وتسمع باللي راه كاين بنادم حداك. كانوا دوك الغارديانات ملي كيتعطلوا ما كيجيوش عدي، الاسباب كانوا كيعلموها غير هما، اسباب اللي كتقدر تكلفهم شي حاجه، مهم شي حاجه اللي غتكون فوق طاقتهم. صراحه كنت تخنق وكيتزير عليا صدري، وغير كيتحل السرجم باش يهضر معايا شي حد فيهم كتفاجأ عليا. كانوا الغارديانات هما الانرجي الوحيده اللي بوزيتيف في هذا الكوان، كانوا الغارديانات هما النافذه ديالي على العالم الخارجي، حيت كون ما هما ما نعرف حتى لعبه على شنو واقع وشنو كاين برا. وتا هما كانوا عارفين دورهم وقيمتهم عندي، كانوا عارفين شحال انا محتاج باش نبقى نهضر معاهم، كانوا تا هما مطبقين المود تاع طارجليت معايا. الصراحه كانوا ولاد الناس، والله يعمر ليهم الدار واحد بواحد من غير البابا اللي خليته في الكوان فين كنت. وتا انا كنت معاونهم حيت كانوا كيعمروا بوقتهم، حيت ما كدوز السويعات ديالهم غير بزز، كانوا كيستافدوا مني حتى الافاده، حيت الاغلبيه فيهم كانوا ما متقفين شو ما عندهمش مع السياسه. تا هما كانوا مطبقين معايا ديك القضيه ديال عطيني نعطيك، كانوا كيجيبوا لي الخبيرات ومنها كنبقى نحاوروهم ونشرح ليهم شنو كاين وشنو واقع وعلاش هذا دار وعلاش هذا فعل وعلاش هذا ترك. وخاصه الحاج الحسين والقحطاني والزاري، كانوا هاد الناس عزيز عليهم يعرفوا علاش. ديما ملي نقول ليه شي حاجه تيقول لي وعلاش دار فلان وشنو الهدف من هاد الشيء وكيفاش. واحد الصبحيه جا عندي الزعري، هو يفتح عليا السرجم طلع عليا بدوك الكريماس ديالو اللي كيضحكوا، قال لي واش خبارك السي محمد شكون عندنا في المغرب؟ قلت له لا. هو يقول لي قال لي عندنا في المغرب شمعون بيريز، واش كتعرفو؟ قلت لي اه كنعرفو، هذا الخوت واحد القيادي اسرائيلي. قلت للزعري وانت كيفاش عرفتي؟ قال لي راه شفتو في التلفازه مع سيدنا. ومن هنا بقيت متبع ردود الافعال والكواليس ديال هاد الزياره وردود افعالها، ردود الافعال ديال فلسطين والدول العربيه الاخرى. سولت نينو واحد المره قلت له شنو ردة الفعل ديال المغاربه على هاد الزياره، قال لي راه سيدنا جاوب على هاد السؤال في واحد الندوه صحفيه وقال باللي ما عمرو يقدر يجري على شي حد من المغرب. كانت هاد الزياره مفاجئه على حساب داكشي اللي كان في ديك الوقت. صراحه كنت كنقول الملك الحسن الثاني ذكي وما يمكنش يغامر بالسمعه ديالو مع العرب غير هكاك، باينة باللي الملف ديال الصحراء ورا هاد الزيارة هادي. بقيت ايام وانا غادي جاي في زنزانتي وانا كنفكر في هاد الزيارة ديال بيريز. تجاوزت هاد الشي كامل وبدات الايام تدوز تاني، وكان همي الوحيد هو انني كنبقى ديما مقاتل مع الغلوغي باش ما نتفكرش بنتي راوية ومراتي فاطمة. كانت مرة كتجيني واحد الهستيريا ديال التوتر وكتهلكني وكتعطبني، وكيبقى يتردد معاها سؤال واحد، تالين غنبقى انا هنايا؟ شحال صعيبه الخوت انك تجلس في تيكوان وما عارفش امتى غتخرج منه، ما عارفش امتى نهايتك، ولا واش هاد الشيء نيت عنده نهايه ولا لا. والله الخوت الى حتى حد ما يقدر يصبر على بحال هاد السيتياسيون. دازت الايام هو يجي واحد المره القحطاني هو يجيب لي واحد الطرف ديال الجريده، هاد الطرف هذا كانوا فيه الحكام اللي صدراتهم المحكمة ديال جينوا في إيطاليا، الحكام اللي تحكموا بها صحابي الناس اللي كانوا داروا العملية ديال الباطو. بديت كنقرأ في الحكام حتى وصلت سميتي، كانوا حاكمين عليا 6 سنين ونص غيابيا. هنا قلت مع راسي هذا دابا غير حكم غيابي، يعني ما كنتش حاضر، حيت لو كنت حاضر غيكون عندي محامي ونقدر ما ناخدش قاع بحال هذا الحكم. هنا بدا كيقول لي راسي وراه ما بقى والو،
6 سنين ونص عند هادوك، اما هنا راك عد مخابرات تاع بلادك، قدر في اي لحظه يطلقوك. التحليل اللي حللت قال لي راس منطقي، حيت المغرب واخا كاع يديروا اللي داروا ما غيكونوش متضررين بحال ايطاليا. ايطاليا وحكمت بست سنين ونص، يعني المغرب راه في اي لحظه غيطلقوني، حيت ايطاليا الخوت هي اللي متضرره في هذه العمليات الباطو، ايطاليا واسرائيل. المغرب راه غير مطبق التعليمات ديال لانتربول. كيبان لي بلي ما بقى لي والو، غنضرب واقيلا غير شي شهورا ولا الا طولت كاع عام ولا عامين وغيطلقوني. بدات الايام كدوز تاني، واحد النهار في واحد الصبحيه فقت على صوت الساقطات كيطرطقوا في البيبان ديال الزنازن اللي حدايا. بديت كنسمع المحققين كينزلوا في بنادم لتحت البلاصه فين كاينه الغرفه ديال التعذيب، وهنا غتبدا معاناه جديده دي في هذا الكوان، معاناه اللي كانت ميلونجيه وعامره بغوات بنادم. التران ديال البارت الخامس هنا وقف اخوتي، بارت الماجيه غتكون البارت الاخرى ان شاء الله. فهذا ما كان اخوتي، ولا وصلتي حتى لهنا هبط في الزع كاع اي حاجه لقيتيها لتحت، في الزع دير اللي لقيتي واللي قديتي عليه، لوح معاك شي حاجه في الصنيديق وتهلا.